السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نجرب مع بعض كلود اي اي، وخلينا نبدأ مثلا نسأله بالعربي. يعني زمان كان نسخة ضعيفة في العربي، لكن سونيت أتمنى يكون كويس في العربي. هقول له مثلا صمم لي رحلة في دول أوروبا 10 أيام، ونشوف الإجابة بتاعته تبقى عاملة ازاي. بدأ فعلا وسريع، يعني انا كنت سألت السؤال ده الشات جي بي تي اخد وقت اطول من دوت. طيب هقول له ايه؟ ارجو حساب تفصيلي لتكلفة الرحلة. فبدأ بقى يحسب لنا النقل والتنقلات والإقامة والطعام وكل حاجة. هيكلفنا في حدود 4000 دولار، من 4000 ل 6000 دولار. طيب لو جينا هنا يقول لي ابدأ نيو شات، او دي اخر شات انا اشتغلت عليها. تمام، طيب ممكن نقول له ستارت نيو شات. ممكن ترفع ملف، يعني يكون عندك ملف وتقول له اشرح لي الملف ده بيتكلم عن ايه، وبعد كده ممكن تقول له لخص لي الملف، اشرح لي الملف، لو الملف صغير تخليه يشرحه لك، وهكذا. لخص لي الملف. الملف مكتوب بالانجليزي، تمام، فهنشوف هيجاوب بالعربي ولا بالانجليزي. غالبا بالعربي لان سأله بالعربي. اهو طيب، في مثلا عايز اعرف البيم ده اختصر ايه. ما هو اختصار؟ لو انا مش مديله الملف دوت ممكن يسألني انت تقصد ايه، لان كلمة بيم ليها اختصارات لحاجات كتيرة جدا في مجالات كتيرة مختلفة، لكن هو ركز على اللي موجود في الورقة. فانا شايف ان هو اتطور جامد في الاصدار الاخير اللي اسمه سونيت. لو انت جيت هنا هتلاقي معلومات انهي اصدار اللي شغال، ده سونيت، تمام، وتقدر تدوس هنا عشان تاخد معلومات اكتر، وده الفونت وده الملف اللي هو بيجاوب من خلاله. لو جيت هنا ممكن تعمل رينيم للشات ديت او تعملها ديليت. هنا نبدأ جديد او نشوف بقى كل الشات اللي كان موجود قبل كده.